أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية الحرص على متابعة جاهزية الاستعدادات التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية والجهات ذات العلاقة لتقديم وتسهيل أفضل الخدمات خلال موسم البر لتحقيق عناصر الأمن والسلامة العامة للمخيمين ومرتادي البر، مشيرا سموه إلى ضرورة الالتزام للمخيمين بالشروط والضوابط التي وضعت من أجل سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، منوها سموه إلى أنه لن يتم السماح بتصرفات تؤدي إلى الارتباك أو الإرباك والفوضى نتيجة عدم الالتزام بعملية التسجيل، حيث سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الخيام المخالفة خاصة الواقعة في المناطق الممنوعة. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سموه إلى الموقع المقرر لإقامة المخيم الترفيهي للمحافظة، حيث اطلع سموه على المخطط العام للمخيم إضافة إلى البرامج والأنشطة المصاحبة. ونوه سموه في هذا الصدد إلى أهمية الشراكة بين المحافظة الجنوبية وتمكين وشركة تطوير لتقديم الأنشطة والبرامج الترفيهية الهادفة ذات الأبعاد الجامعة بين الترفيه والأنشطة المعززة للموروثات البحرينية العربية الأصيلة، إلى جانب بالبرامج الثقافية والتوعوية التي تستهدف جميع الفئات المجتمعية. وأشار سمو المحافظ بجهود مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية على التعاون والتنسيق المشترك مع المحافظة في وضع الخطة الأمنية والبلدية للموسم، مؤكدا الحرص في متابعة تنفيذها طوال الموسم بالشكل المعد، وذلك لحفظ الأمن والسلامة العامة والمظهر الجمالي لمنطقة البر. ثم زار سمو المحافظ الجنوبية مركز خدمات المخيمين ومتابعة شؤون البر، واطمأن سموه على سير عملية التسجيل المتبعة والخدمات المقدمة من قبل الأجهزة المختلفة بالمركز، موجها سموه القائمين بالمركز على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل وتوفير كل سبل الراحة والانسيابية للمخيمين ومرتادي البر وتحقيق كل ما يضمن سلامتهم وأمنهم. وفي ختام الزيارة قام سموه بجولة في أرجاء البر تفقد من خلالها عددا من مناطق التخييم.